انا نقول يعني في المستوى هذا الفريق هذا راح يلعب الدور النصف النهائي في حالة ما اذا يتاهل راح يتاهل لكاس العالم نظن كي لحقنا المستوى هذا انا مازال ما, ما فهمتش علاش الفريق هذا ما عندوش دي بسيكولوج داخل في الطاقم الطبي تاع هذه وحده ثانيا استقبال هدايا هادو سي دي جون دو موان دو 17 دارين يلعبوا حتى ولو اللي يلعبوا في الخارج باش نتفاهموا ونتكلم عليهم بصفه عامه دارين يلعبوا على 9 تاع الصباح كاين زوج قريدات في التريبون اليوم تجيب ويجي دون لانونيما يقلع يقلع 6 تاع الصباح في البرد هذاك وكذا يروح يلعب يدخل للستاد ما كان حتى واحد استنى يجي لاربيت استنى كذا راك تعرف دون كيل كونديسيون يلعبوا 9 دو ماتان يحبط من الطياره يصيب توت لي زوتوريتي دو لا فيل يدخلوه الاخر اني نشوف انا بالبندير والطار وكذا منا جوريمي هاد الاخر يندار مور الماتش ماشي دركا ومن بعد يدخل الصالون دونور ومن بعد يلقي عليهم خطاب ان دي ريسبونسابل تاع ولايه هادو سي دي جون يفالي لي بريزيرفي نجي دون لانونيما ديركت لوتيل كونسونتراسيون توتال الماتش ندخلهم دون لور بول كاين دي بسيكولوج يهضروا معاهم مختصين انا انا, أنا شخصيا عندي صحابي دي سي دي بسيكولوج مخت... أه والعين في ال... في والعين في الـ في لا بريباراسيون سيكولوجيك دي جوار افان دي سبورتيف دون مانيير جينيرال دوكا تدخلهم تقول لهم فوالا غدوا حملاوي راح يكون فيه 45 ميل ونعرف الديسكور تاعنا دوك واحد اصلا ما يلزمش كذبوا على روحتينا وكذا راح يتلعبوا ويلزم نجوزوا ويلزم كذا ويلزم نربحوهم الوغ كو نورمالمون نو غير المدرب اللي واش يسموهم اللي بسيكولوج اللي يتكلموا مع اللاعبين ان شاء الله بالتوفيق سي بوكادو مقترح